السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم من مدينه مكناس، احييكم. اذا مره اخرى مع السيده الزكيه اللي دازت معنا في الجزء الاول، اليوم في الجزء الثاني غادي نشوفوا واحد الحيتيات ديال التعرض ديالهم، واحد التهجم من طرف الاخ ديال الزوج ديالها في واحد المحل تجاري اللي هو على شكل مقهى. خلينا نعرفوا تفاصيل اكثر حال، خلينا ننقلوا بالصوت والصوره المعاناه ديال هاد الناس. السلام عليكم لالا. عليكم السلام خويا، وكنشكركم بزاف. مرحبا مرحبا على الرسول. اذا هنا امامي واحد الورقه ديال واحد الشكايه اللي موضوعه في النيابه العامه بواحد الاشخاص اللي عرضوا السلامه ديالكم والسلامه المحل التجاري ديالكم للخطر. نعم، شنو المطالب ديالكم اليوم؟ يعني المطالب ديالي كنتمنى الناس السيد وكيل الملك المحترم يشوف لي السيد ديالي. نعم، يعني شوف الاقراص المدمجه. هو للامانه في الجزء الاول من اللي مريتي معنا الرساله وصلت للنيابه العامه اللي تفاعلوا معنا، مشكورين. الحمد لله، اللهم لك الحمد. نعم، تفاعلوا معنا وراه غادي يعاودوا البث في الملفات اللي تشوف فيهم بعض الاختلالات، وما غادي يعاودوا فيهم البث. ملفاتي كاملين، ملفات كاملين، حيت هذا السيد ماشي غير ملف واحد، عده ملفات، يمكن علينا شي خمسه الهجومات اللي تعرضنا. يعني صافي بقيت صافي خايفه. تعرضتوا للهجوم خمسه مرات متتاليه؟ خمسه مرات. كتبت شكايتي. شكون اللي كتلومي في هذه القضيه؟ انا شنقول لك، انا مازال لحد الان ما يعني انا السيد الاولاني اللي كان تحكر عليا، شدني موظف، شدني خارجه من المخبازه، حتى ديجا شكيت به. كنت شكيت به للاستئناف. نعم، من الاستئناف. منين هوت له الشكايه الابتدائيه طر تهدد بيا، حنا انا خارجه من المخبازه وهو مصطالي طوموبيل، قال لي واش تلعبي دير امك مع الريوس الكبار. انا اضطريت بقيت نوضح قلت كيفاش هاد الريوس الكبار، ما كان كبير هو الله سبحانه وتعالى. يعني انا كنخرج دابا بالوجه ديالي مكشوفه. دابا هذا موظف هو اللي تيستغل النفوذ ديالو. يعني ايه، لقيت مشكل الملف ديالي انا ما جيت وهضرت على هذا السيد بالذات. يعني علاش الناس كاملين اللي تما في المحكمه؟ هذا موظف النيابه العامه؟ لا، في المحكمه في الابتدائيه في النيابه العامه. يعني غير موظف. انا حاجه واحده اللي نقدر ناكد لك عليها ونثبتها لك، ان لا النيابه العامه ولا المحكمه بريئه كل براءه من هذا التصرف ديال هذا الشخص. هذا تصرف شخص، لا يمكن اننا نتهموا مؤسسه وانما نتهموا شخص. انا دخلت شخصيا عند السيد وكيل الملك المحترم. يعني اعطاني، استقبلني. فاش هاد الشكايه هذه جاتني من النيابه العامه، كنت كتبت الشكايه الاولى والشكايه الثانيه، رديت لهم الرد اللي ردوا عليا. يعني لا اساس، احتراماتي السيد الوكيل الملك، لا اساس هذيك الشكايه. يعني بغيتي تقولي ان الرد لا علاقه له بالموضوع اللي انتم شكيتوا به؟ لا، لا علاقه. يعني الموضوع ديالي شنو قال لي؟ قال لي راه الملف ديالك راه يعني راه دايز في المحكمه. قلت له لا السيد الوكيل المحترم، راه شنو وقع لي وهاشنو وقع لي لدرجه كيفاش عندي هذا الملف هذا اللي تحكم ضيج. عندي ملف واحد في وسط المحكمه هو نفسه، هي هذاك ديال الضابط اللي تعدى عليا وتحكر عليا. تا هو درتي به شكايه كذلك؟ كنت كتبت به شكايه الحمد لله، وتجاوبوا معايا وتعاود لي الملف. هي اللي دزنا في النيابه في شهر 9 نهار 20. واخا دابا ختاما، شنو الرساله اللي تبغي توجهي للجهات المعنيه؟ رسالتي انا يسمعوا غير لي فيديو، يعني تفريغ الاقراص المدمجه. نعم. يسمعوا الفيديو اللي تكرفصت فيه وحنا كنتكرفصوا في المحل ديالنا. يعني محل الناس يومي كنتعرضوا حنا للهجوم، واش هاد الناس غيبقاو يجيو لعندنا؟ راه القهوه ولات خواتو، سد لي وتسدات لي القهوه 40 ايام نهار اللي تعرضت للهجوم. لهذا الهجوم هذا سد لي الضابط الشرطه 4 ايام وهو سد لي القهوه، هو واللوس ديالي. يعني واش انا لوسي كيف ما كيقول لي انا يدي طويله في المخزن، انا كنقولوا يدي طويله مع الله سبحانه وتعالى. والناس حاشا ولله يشوفوا الظلم ويرضاو عليه. الظلم ظلمات يوم القيامه. يعني ربي راه محرم الظلم على نفسه ما حرك العباد ديالو. يعني انا كنطالب من الناس، يعني انا الباب الاولى والاخيره دقيت على الله سبحانه وتعالى وما حبش من القضاء. يعني القضاء كيصغر علينا، يعني الناس كندخل عندهم محترمين وكيوجهوني لهنا ويوجهوني لهنا، ما عمرني ما لقيت شي اعتراضات حتى لهذا السيد هذا اللي تحكر عليا اكثر من القياس. بقيت تنطلب، يعني بقيت تنطلب واش انا عندي الحق وانت
شنو هو طرف النزاع في هذا المشكل؟ هذا راه طرف النزاع، يعني لقيت هو مدعم راجلي بشيكات. هو مدعم راجلي بشيكات، يعني انت اذن عطيتي الشيكات راجلي باش تدفع لي لوسي تكرفس عليا. وانا من هذا الشيء هذا كامل رسالتي راها واضحه، الناس مسؤولين راهم طلعوا لي على الملف ديالي، وكنشكر النيابه العامه الله يجزيها بخير. وكيف ما كتسهر علينا اي وحده كتصيفط شي شكايه وكيتقبلونا وكيرجعوا لنا لدرجه تصيفطوا لي رقم ديال الملف ديالي باش نتابع هذا الموظف هذا. يعني الحمد لله انا ثقتي في القضاء كبيره والله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. ويعني هذا الفيديو انا بغيت انت كطالب انهم يشوفوا الفيديو وها هو تسمعوا عندي. نسمعوا جزء منه، نسمعوا ما فيهش شي كلمات نبيه. لا هذا لا هذا في عمليه تهجم عليكم. احنا غادي نوريو غير جزء بسيط وغنخلي ان النيابه العامه اللي تشوف الفيديو تبت فيه يكون افضل، لان الرساله يعني هذا نعم هذا رساله وصلات. انت تسمع التكرفيصه، حنا سمعوا صوتنا، يعني انا كنطلب الناس يسمعوا صوتنا. واش توجدوا لهم الجرأه لهذه الدرجه هذه؟ هذا الصراخ ديالكم انت. صراخ اختي مسكينه جايب لي عيالات حدا كتحط علي حشاك الملابس ديالي، يعني باغا تعرضني للناس الزنقه. حشاك الرجال، رجال حتى واحد ما قدر يفكني، ما قدر حتى واحد يفكني. واحد اللي من هذا المنبر هذا صدق اخ في مواطن. إذا واضح نكتفيو بهذا القدر. نعم واضح بلي تعرضتوا لعملية تهجم. إذا واضح نختموا هنايا. إذا متابعينا الأعزاء بكل صراحة شيء يندى له الجبين، ما نتقبلوش بلادنا بحال هذه الأمور. هذه كتقيس أو كتمس الاستقرار ديال الأمن العام. لا يعقل أنا غير مواطن نكون غير دايز من هنا، واخا ماشي طرف في الموضوع، نكون غير دايز ونشوف واحد المقهى تتعرض لواحد التهجم والغوات والفوضى. لا ما مقبولاش، أمر غير مقبول. انا ماشي طرف في الموضوع، انا محايد، يعني لا علاقه لي بالموضوع، لكن الماتل امامي والوثائق اللي امامي والفيديوهات والاثباتات تقول بلي ان هذا الموضوع هذا خاصو التدخل العاجل ديال الجهات المعنيه. اذا نحن في انتظار تدخل الجهات المعنيه. نتمنى ان شاء الله مره اخرى تزيدي شي كلمه. المهم اللي بغيت نقول لك انا كنتمنى ان شاء الله مره اخرى تتصلي بي وتقولي لي سي ربيع راه تم التدخل في الموضوع وانتهى هذا الشيء. رسالتي للناس اللي طلعوا معايا على هذا الملف، انا كنت ضد الفكره. قصدي النيابه العامه؟ لا ضد الفكره، كنت باغا نخرج بهذا الفيديو ولا باغا نهضر ولا يعني لقيت راسي تحقرت. يعني انا الا كنت درت هذا الشيء هذا نستاهل العقاب، نستاهل العقاب. يعني راه لا يعقل هذا الشيء هذا يتعرض مرارا وتكرارا، وكنمشي نجري هنا ونجري هنا وكنلقى راسي كنجري في واحد الدوامه. نعم عادي يعني نعم. يعني انا مرت لواحد الدرجات يعني بقيت تنقول واش فري كاين الحق ولا ما كاينش الحق. نعم. ولكن بقيت تنبحث على موضوع. نعم. الحمد لله كاين الحق في البلاد. نعم اذا شيء جيد اول شيء واخر شيء اننا عندنا الثقه الكامله في النيابه العامه، هذا لا نقاش. بالنسبه للشخص اللي وقع لهم معاه صراع فهو شخص موظف محسوب على واحد الإدارة عمومية، لكن فهو يمثل نفسه. ما يمكنش أننا نلومه المؤسسة، لأن المؤسسة بريئة كل براءة من هذه الأمور هذه. وهذا الشخص هذا كنتمنى يتفتح تحقيق، وكيف ما قلت كرسالة وصلات للنيابة العامة وغادي تفتح تحقيق إن شاء الله. إذا نكتفيوا بهذا القدر إن شاء الله في حلقة قادمة. بغيتي تعطينا شي كلمة أخيرة بلا ما نطولوا باش ما نطولوش على الناس. كنشكر الناس، احتراماتي السيد الوكيل الملك، كنوجهوا الشكر خاص، يعني راه دالي البحث في هذا الموضوع هذا. السيد الوكيل العام. نعم. السيد الوكيل العام. نعم. وكنشكركم جزيل الشكر، وانا هي اميه جهله، يعني راه ما كنعرفش كيف ندير نهضر، وكنشكركم اسيدي من الصغر حتى الكبير. اذا واضح جدا رساله شكر فهي واضحه وان شاء الله واصله. اذا غنكتفيوا بهذا القدر هذا. لما لا، الى كان شيء جديد غادي نقدروا نزيدوا حتى الجزء الثالث ان شاء الله في هذا الموضوع هذا. إذن هنا غنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وكان معكم ربيع دحاني.